بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 64. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علو الله على خلقه بالأدلة الواضحة المقنعة، فيقول: وجوب إثبات علو الله تعالى يتبين من وجوه. حدها أن يقال إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وغير المتواترة وكلام السابقين والتابعين وسائر القرون الثلاثة مملوء بما فيه إثبات العلو لله تعالى على عرشه بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. تارة يخبر أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، قد ذكر الاستواء على العرش في 7 مواضع. وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه تعالى، كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إليه، قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وتارة يخبر بنزولها منه أو من عنده، كقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم: تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وتارة يخبر أنه العلي الأعلى، قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قوله: وهو العلي العظيم. تارة يخبر أنه في السماء، كقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فذكر السماء دون الأرض، ولم يعلق بذلك ألوهية أو غيرها، كما ذكر في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض، ويخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. تارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض، كقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. وتارة يخبر عمن عنده بالطاعة، كقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عبادته بل مسبحا له ساجدا. قد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو سبحانه وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته. وأمثال هذا في القرآن لا يحصى إلا بكلفة. وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا يحصيها إلا الله تعالى، فلا يخلو إما أن يكون ما اشتركت فيه هذه النصوص من إثبات علو الله على خلقه هو الحق، أو الحق نقيضة، إذ الحق لا يخرج عن النقيضين. وإما أن يكون نفسه فوق الخلق أو لا يكون فوق الخلق كما تقول الجهمية. فإما أن يكون الحق إثبات ذلك أو نفيه، فإن كان نفي ذلك هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين هذا قط، لا نصا ولا ظاهرا، ولا الرسول ولا أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، لا أئمة المذاهب الأربعة ولا غيرهم. ولا يمكن أحدا أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به.
وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر، فإن كان الحق هو النفي دون الإثبات، والكتاب والسنة والإجماع إنما دل على الإثبات ولم يذكر النفي أصلا، لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب، بل نطقوا بما يدل إما نصا وإما ظاهرا على الضلال والخطأ المناقض للهدى والصواب. ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين فله أوفر حظ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن القائل إذا قال هذه النصوص أريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت عليه، أو أنه لم يرد إثبات علو الله نفسه على خلقه وإنما أريد بها علو المكانة ونحو ذلك، فيقال له: فكان يجب أن يبين للناس الحق الذي يجب التصديق به باطنا وظاهرا، بل ويبين لهم ما يدلهم على أن هذا الكلام لم يرد به مفهومه ومقتضاه، فإن غاية ما يقدر أنه تكلم بالمجاز المخالف للحقيقة والباطن المخالف للظاهر. ومعلوم باتفاق العقلاء أن المخاطب المبين إذا تكلم بالمجاز فلا بد أن يقرن بخطابه ما يدل على إرادة المعنى المجازي. فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي يبين للناس ما نزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه، كان عليه أن يقرن بخطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذي لم يرد، لا سيما إذا كان باطلا لا يجوز اعتقاده في الله، فإن عليه أن ينهاهم أن يعتقدوا في الله ما لا يجوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفا عليهم. ولو لم يخاطبهم بما يدل على ذلك فكيف إذا كان خطابه هو الذي يدلهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل؟ فإذا لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أحد من السلف والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلا، بل هم دائما يتكلمون بالإثبات، امتنع حينئذ ألا يكون مرادهم الإثبات وأن يكون النفي هو الذي يعتقدونه ويعتمدونه، وهم لم يتكلموا به قط ولم يظهروه، وإنما أظهروا ما يخالفه وينافيه، وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد منه. وما زال كلام الشيخ رحمه الله في الوجه الأول من وجوه إثبات علو الله على عرشه ومناقشة النفاة لعلو الله، ومن خلال مباحث هذا الوجه، وبه نختم هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله للانتقال إلى الوجه الثاني، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.